أخبار الثمينة من يو تي في وهذه عناوينها. الفرقاء يستأنفون السباق نحو قصر السلام، وموقف البارتي الثابت يتكئ على لغة الأرقام في أحقيته بمنصب الرئيس. أحداث العراق على طاولة مجلس الأمن غدا، بلاسخار تحيط العالم علما بانتهاكات سيادة البلاد وتشرين. مشهد العنف مألوف في البصرة، الأمن يطارد ويعتقل المحتجين ليلا ويفرج عن العشرات نهارا. رائحة الموت تفوح من أنقاض المختبر الوطني، وانتشال حذر للضحايا في ثالث أيام الانهيار. العراق يحتفل بيومه الوطني، 90 عاما على الاستقلال والسيادة، وبلد التاريخ يفتش عن الحاضر والمستقبل. أهلا بكم إلى التفاصيل. مفتاح قصر السلام لا يزال يتوسط الأزمة السياسية بين أربيل والسليمانية، فمسارات الحل لم تلتقي بعد في نقطة التوافق على من سيكلف بمنصب رئاسة الجمهورية، وبذلك يصبح أحد المسالك متجها نحو إعادة سيناريو عام 2018، أي ذهب كل حزب بمرشحه لجلسة انتخاب الرئيس. يجري هذا في وقت تحضر فيه قوى الإطار لعقد جلسة قريبة تحسم أزمة تشكيل الحكومة، فيما يصر التيار على مقاطعة العملية السياسية وبينهما وبين أقليم كردستان. تبقى مدارات السياسة تسير في فلك التكهنات، من سيصل أولا في السباق الرئاسي؟ ومن سيشكل حكومة لا تحظى بمقبولية الصدر؟ دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزان الأطراف السياسية إلى أن تحول رغبتها في الحوار إلى مبادرات وأفعال، ولا تعد أي مبادرة للحل تنازلا أو هزيمة. وفي كلمة له خلال مراسم إحياء الذكرى 5 لرحيل الرئيس جلال طالباني، شدد بارزاني على ضرورة إجماع كل الأطراف بعزيمة لحل المشاكل والخلافات التي خلقت حالة من الملل لدى العراقيين، الذين باتوا يدركون أن استمرار القطيعة يعني إدامة ضعف استقرار البلاد وانتهاك سيادتها. لا اتفاق إلى الآن بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين حول مرشح رئاسة الجمهورية رغم عقد عدة لقاءات بينية. وهنا يرشح ساسة بارزون سيناريوهين للمرحلة المقبلة، إما التوافق وإما المقاطعة. 5 لقاءات خلال أقل من شهرين بين قيادات الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني لم تنهي الخلاف الكردي على منصب رئيس الجمهورية، ومع ورود أنباء من بغداد تفيد بقرب انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس، ما زال الطرفان متمسكين بمرشحيهما. وفيما يصر اليكتي على أحقيته بالمنصب، فإنه يغازل البارتي عبر إبداء مرونة أكثر حيال الملفات الداخلية في الإقليم إذا ما تم التجديد لبرهم صالح. هذه المرونة بالمقابل سيد الاتحاد الوطني أيضا مرونة في الملفات الأخرى، يجب أن تكون العلاقة بين الاتحاد الديمقراطي إيجابية. لحلك لحد هذه اللحظة لم نصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع. إذا لم نصل إلى مرشح متفق عليه كالرئيس برهم صالح، يجب أن نذهب إلى مرشحين ويكون الخيار لأعضاء مجلس النواب العراقي. لكن الحزب الديمقراطي يتكئ على لغة الأرقام في أحقيته بالمنصب، ملوحا للاتحاد وحلفائه في الإطار التنسيقي بأنه وحلفائه في السيادة قادرون على الإخلال بنصاب الجلسة وعدم الحضور إذا تم المضي في تشكيل الحكومة من دون التوافق معهم. حدثت تفاهمات كان بها، لم تحدث تفاهمات، لسنا ملزمين على أن ندخل في حكومة تقريبا فقدت حراكها الشعبي بخروج السيد مقتدى الصدر والكتلة الصدرية اللي عددهم 73 نائب، وفي حال خروج الحزب الديمقراطي من هذه الحكومة ستفقد غطائها الدولي.
ويرى سياسيون أن الاتحاد الوطني يرغب في الحصول على أقصى المكاسب داخل الإقليم إذا ذهب منصب رئيس الجمهورية للبارتي ومرشحه ريبر أحمد، إذ يطالب بتعديل قانون الانتخابات المحلية وكرسي محافظ كركوك وإدارة مواقع داخلية في حكومة الإقليم وأهمها الأمنية، فضلا عن زيادة المخصصات المالية للسليمانية. مشرق المنصور، أريبيل، يو تي في. في مشهد آخر، ناقش ضيوف برنامج الحق يقال انقسام تشرين في سنويتها الثالثة مؤكدين أن الاحتجاج لم ينتهي، ومشيرين إلى أن حساسية الظروف السياسية والأمنية أدت إلى تشظي الحراك. العبارة التي تختزل تشرين الآن هي ليست تشرين انتهت، وإنما نوجزها بكلمتين: تشرين تتربص. والتربص لا يعبر عنه العدد في كثير من الأحيان. الانتخابات اللي تفضلت بها جنابك، كنا نأمل أن يكون هناك مشاركة أوسع لحراك تشرين، ومن ثم يحققوا موطئ قدم ليزاحموا هذه الأحزاب التقليدية الذين يعتبرون هي بخانة العداء لها. لكن للأسف شفنا هذا الانقسام الكبير بحراك تشرين والتشظي الواضح. تشرين موجودة وفعلها مستمر وتأثيرها سيكون كبير، ولا أعتقد بأنها من الممكن أن يسمى شخص بأنه فشل أو تراجع. الاجتهادات تحصل، لكن هنالك ظروف وحساسيات في البلد. وإلى برنامج مع مولى طلال، حيث ناقش ضيوفه احتجاجات النسور والتحرير في بغداد، مشيرين إلى أن النزول في أكثر من ساحتين أمر طبيعي، وأن الانسحاب عند أعتاب الخضراء كان ضروريا لحفظ الدماء. بعد ما كملت النسور رحت للتحرير وشاركت إخواني وأصدقائي ورفاقي هذا الاحتجاج، وكل ما حصل أو سيحصل هو أمر طبيعي وعادي بالنسبة للتشتت، بالنسبة للتظاهر بساحتين، بالنسبة للتظاهر بأربع ساحات، فكلش طبيعي. تشرين لم تنتكس، تشرين موجودة برجالاتها ونسائها. يعني أنا ما أعرف اليوم، يعني الجميع دي حسسني أنه تشرين هي معصومة ومنزلة من السماء وما يصير تخطأ. ما رأيتموه سابقا هو شباب لم تكن بمرحلة من الوعي ولكن كانت عاطفية جدا، فكان هناك عدد من الشهداء يسقط، فهل تريدون أن ترون الآن عدد من الشهداء حتى ترضون عن تشرين؟ الشباب مو كلها عقلية وحدة، الشباب أكو بيهم عاطفي، بس دور الناس اللي برزت حريصة على تشرين حقيقة ما تريد دم يطيح، ما تريد تشرين تستغلها جهة على جهة. بعدنا أقوياء، وبعدها تشرين مستمرة بوعيها بناسها بشبابها بجمهورها الموجود الواعي. يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد جلسة خاصة يوم غد لمناقشة تطورات الأحداث في العراق. بعثة منظمة الأمم المتحدة يونامي ذكرت في بيان أن الممثلة الخاصة للمنظمة في العراق جنين بليسخارت ستقدم الثلاثاء إحاطة بآخر التطورات في العراق وبشأن عمل البعثة الأممية. ولمناقشة الأزمة السياسية في البلاد ينضم إلينا من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. دكتور أهلا ومرحبا بك. فرصة إعادة سيناريو عام 2018، أي بمعنى ذهاب الحزبين الديمقراطي والاتحاد بمرشحين لجلسة انعقاد الرئيس، علما بأن البارتي يلوح بالمقاطعة، تفضل. شكرا لكم على الاستضافة. يعني هو يبدو الأقرب الآن، خصوصا لا مؤشرات على اتفاق ما بين الاتحاد الوطني من جهة والديمقراطي الكردستاني من جهة أخرى على مرشح واحد لشغل منصب رئيس الجمهورية. وبالتالي رغم هذه الاجتماعات الخمسة التي أوردها تقريركم ما بين قيادات الاتحاد والديمقراطي الكردستاني، وحتى الاجتماع الأخير ركز فقط على القضايا العالقة في إقليم كردستان، يعني على مستوى المساحة التنفيذية في إقليم كردستان، ملف
الدستور، ملف الانتخابات وكان هناك اتفاق لتأجيلها، قضايا النفط، قضايا الأمنية، لكن بالنهاية الطرفين يتجنبان الخوض في موضوعة يعني حسم القرار. أتصور بأن الديمقراطي الكردستاني يدرك جيدا بأن عودة سيناريو العام 2018 قد لا يمضي باتجاه يعني فوز مرشحه، سيما وأن الإطار أعلن التزامه مع الاتحاد، وبالتالي حتى يعني التسريبات التي ما السبب تقول دكتور بأن على ماذا تستدل بهذا الكلام؟ أولا أنا أشرت إلى قضية الاتفاق الذي يركز عليه الإطار التنسيقي بالتحديد على أنه ملتزم مع الاتحاد، يعني في إطار التحالف الذي نشأ ما بعد الانتخابات. ولكن تعرف هذه الاتفاقات تختلف والخريطة السياسية في العراق تختلف بشكل دائم، ممكن أن تكون هذه الخريطة يعني غير مشابهة لما كانت موجودة في 2018، الظروف تغيرت الآن. لا إلا في يعني نعم الظروف تغيرت، لكن الإطار يعني حسب البيانات المواقف التي نتابعها يعني فيما يبدو بأنها تريد أن توصل رسالة التزام أخير، يعني حتى وإذا لم يتفقا فالإطار سيمضي مع حليفه الاتحاد الوطني. أنا أتصور هكذا يعني أن يعلن الإطار أنه يتخلى عن مرشح الاتحاد الوطني، أتصور بأنها بعيدة يعني حسب قياسات الأطراف. هذا من جانب، ومن جانب آخر الدفع الديمقراطي بريب بأنه لابد أن يكون هناك مرشح جديد هو إدراك من أن مرشحه قد لا يحظى بمقبولية. الأمر الثالث يعني نتحدث عن كاريزما الشخصية، ونعم الأمور تمضي باتجاه التوافق، لكن بالنهاية نتحدث عن نواب سيضعون في حساباتهم العديد من المعايير، وقد لا تكون الكفة في صالح مرشح الديمقراطي الكردستاني، ومن ثم قد تمضي الأمور مع مرشح الاتحاد الوطني دكتور برهم صالح. هناك نقطة رابعة، وقد تكون هذه نقطة تدفع بمرشح الاتحاد على حساب الديمقراطي الكردستاني. إذا ما تشكلت حكومة من الإطار، طبعا مع الأخذ بنظر الاعتبار بأن رئاسة البرلمان هي من ضمن إدارة الدولة، فبالتالي هذه المعادلة ستبحث عن شخصية لديها علاقات مع الغرب، يعني والإطار التنسيقي لا يريد أن ينكفئ مثل ما حدث في حكومة عادل عبد المهدي. نعم. بالتحديد حينما كان هناك انكفاء، هذا قد يرجح بشكل كبير هذه المعادلة كسبب. طيب دكتور، وفي حال مضى الإطار إذا ذهب إلى سيناريو العام 2018. نعم. وفي حال مضى الإطار بتحالفه أو يعني مع الحليف التقليدي الذي هو الاتحاد الوطني الكردستاني ومرشحه، أيضا هو ماضي نحو تشكيل تحالف إدارة الدولة في حال عدم توافق الحزبين الكرديين على مرشح واحد للجمهورية، هل سيمثل ذلك عائقا أمام التحالف؟ أتصور بأنه نعم قد يعقد الأمور. الإطار يعني يدفع يحفز الحزبين الكرديين على ضرورة أن يكون هناك مرشح واحد من قبل القوى الكردستانية، هذا سيكون ذو ارتدادات يعني على أقل تقدير إيجابية. الإطار هكذا يفكر في موضوعة أن تكون منح الثقة لحكومته يكون أمرا مرنا ولا يحظى بتعقيدات، خصوصا وأن الديمقراطي قد يفكر في الانسحاب من، لا أقول من العملية السياسية، هناك تحديات تمنعه من هذا الموضوع، يعني هو سبق وأن لوح في العام 2018. طيب. بالانسحاب وانسحب من الجلسة
وكان هناك خلافات، لكن بالنهاية الديمقراطي هو براغماتي بالنهاية، يتعاطى مع الوضع. لهذا أنا أتصور بأن الإطار قد يدخل بعملية تسوية ما بين الطرفين لغرض الذهاب نحو طيب نجاح. دكتور أيضا دعنا نتحدث عن الجانب الآخر، الجانب الصدري، يعني ما هي الأوراق المتبقية لدى الصدر في حال، يعني هل سنشهد تصعيدا جديدا في الشارع ربما، أو أن هناك اتفاقات ربما تفتح ثغرة في الانسداد الحاصل؟ الأوراق المتبقية يعني هي الأكثر ضغطا وتأثيرا، يعني وخصوم التيار الصدري بالتحديد الإطار التنسيقي يدرك جيدا بأن الورقة الأقوى قد تكون هي التي تمنع من عملية تشكيل الحكومة أو حتى الاستحقاقات الدستورية. لذلك وهذه الورقة تقصد الشارع، ضغط الشارع يعني يكون الموقف. نعم 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 الشارع عفوا، الشارع هو الضاغط الأكبر، يعني إمكانية العودة لعزل البرلمان وليس انتخاب، يعني اقتحامه، جعل البرلمان غائبا مثل ما أشرنا، إفشال أي جلسة من خلال هذه التظاهرات هي الأقوى من وجهة نظري. ولذلك الإطار لا زال يعول على إمكانية الذهاب نحو تسوية مع زعيم التيار الصدري من خلال طاولة حوار قد تكون غير منظورة يعني بالنهاية، لكن هم يدركون أنه نعم. لا تشكيل لحكومة إلا من خلال هذه التسوية مع زعيم التيار الصدري. هسه شكل هاي التسوية شنو؟ يعني تعتمد على رئيس وزراء معين، تقسيمات داخل الكابينة الحكومية، نعم. موعد الانتخابات، شكل قانون الانتخابات، المفوضية، هذه جميعها تفصيلات يعني بالنهاية ستتم. بخلاف ذلك تشكيل حكومة من قبل الإطار أعتقد أنها لن تنجح، لا أقول تحدياتها بل أزماتها ستسقطها سريعا، يعني ما بين 3 إلى 6 أشهر تسقط. الشارع سيتحول أو الشارع الصدري سيحول التظاهرات إلى عصيان مدني، وبالتالي نعم. لن يكون هناك حكومة مستقرة. رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا. منذ إحياء الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين تشهد البصرة تصعيدا ضد الناشطين فيها. التقرير الآتي يرصد أبرز ما شهده ليل الأحد والأيام الماضية. مشهد مألوف للعنف في البصرة، قوة أمنية تطارد المحتجين في الأزقة والشوارع وتفرقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع. الوضع في البصرة بدأ مختلفا من منطقة إلى أخرى. الأمن ينتشر في ساحة البحرية، المعقل التقليدي للاحتجاجات، ويمنع تنظيم تظاهرة موازية قرب ديوان المحافظة. والنيران تتصاعد من إطارات محترقة في تقاطع الشارع التجاري وسط المدينة. حملات مطاردة المحتجين ليلا في الشوارع أسفرت عن احتجاز عشرات منهم، أفرج لاحقا عن 40 موقوفا، منهم اعتقلتهم قوات الأمن خلال فض احتجاجات الذكرى الثالثة لتشرين. بالمجمل لا يتعلق التصعيد في البصرة بالاحتجاجات التي تشهدها فحسب، إذ يمتد أيضا إلى نزاعات عشائرية سببها خلاف سياسي بين فصائل مسلحة. العنف حاضر مرة أخرى في جمجمة العراق وعاصمته الاقتصادية، فمن يحصر السلاح فيها ويمنع خرابها؟ وعن احتجاجات تشرين الأخيرة ينضم إلينا من البصرة رئيس مركز العراقي لحقوق الإنسان علي العبادي. بداية أهلا ومرحبا بك. دعنا نتحدث عن ماذا جرى ليلة أمس في البصرة، تظاهرات متفرقة وإجراءات أمنية مشددة، تفضل. تحية طيبة لليو تي في ولا مشاهديكم الأكارم. ليلة أمس يعني منذ 5 عصرا بدأت يعني تجمعات لشباب من المتظاهرين في تشرين أو من الشباب العراقيين في محافظة البصرة. هؤلاء الشباب هو خرجوا بمطالب علما أن هناك ذكرى لإحياء يعني أحد النشطاء وزوجته تم اغتيالهما من قبل العصابات المسلحة
بالتالي هذه التجمعات الشبابية السلمية فوجئت باعتقالات بالعشرات، مما أدى إلى تدخلنا كمركز العراق لحقوق الإنسان، واتصلنا بقائد عمليات البصرة وكذلك مع الأجهزة الأمنية المختصة. للأسف الشديد طريقة التعامل مع هؤلاء المتظاهرين السلميون، علما أن أغلب هؤلاء الشباب حسب رصدنا بالمباشر وفي الميدان أغلبهم من الأحداث، يعني أعمارهم لا تتجاوز إلى 18 سنة. بالتالي هذه يعني النماذج يجب أن يكون هناك تعامل معها بصورة سلمية، وكذلك على المتظاهرين أن يتعاملوا مع أخوتهم في الأجهزة الأمنية بصورة سلمية. ولكن اعتقالات أكثر من 60 متظاهر، هذا يعتبر هناك تصعيد من قبل رئيس اللجنة الأمنية في البصرة وكذلك رئيس الوزراء متفرجا. بالتالي شاهدنا بأم أعيننا ونحن نتواجد ميدانيا ضرب مباشر لهؤلاء، يعني عندما يتم إخراج بعض الشباب من أحد الأماكن الأمنية يقومون باللكم والدفرات وكذلك الصعق الكهربائي، ولدينا تصوير طيب. وتفيد أيضا يعني المعلومات المتوفرة لدينا قمنا بسحبها يعني، وكذلك لا ننسى حتى نكون نتعامل بحياد، أيضا ضرب لي بالمقابل للأجهزة الأمنية. بالتالي طيب. هذا الاحتكاك ما بين الطرفين هما ضحيتان من قبل يعني السلطة لا تستمع لأصوات الجماهير. طيب دعنا نتحدث ندين ونستنكر عن بأشد العبارات، دعنا نتحدث عن الذين تم وكذلك اعتقالهم أيضا، وأنا هنا أحمل رئيس اللجنة الأمنية في البصرة الذي سكت وسط انتشار القاذفات والهاونات والعبوات، وبينما يذهب ويذهب يضرب المتظاهرين السلميين. سيد علي إن كنت تسمعني نعم، يصعد السيد الكريم من وتيرة الاحتجاجات علما ان التظاهرات سوف تبقى مستمره، وحسب نعم. معلومات واضح سيد علي، رسالتك وصلت بشكل واضح. دعنا نتحدث ايضا عن تعامل السلطات، يجب ان يكون تعامل به بطريقه سلميه مهنيه. نعم ان كنت تسمعني ايضا لدينا نعم. معلومات بان السلطات في البصره اطلقت سراح العشرات من الناشطين المعتقلين الذين تحدثت بانه تم اعتقالهم، هل لديك رقم معين عن المطلق سراحهم، وهل لا يزال ايضا بعضهم خلف القضبان ام ماذا؟ سيد الكريم، قضية الإفراج عن هؤلاء المتظاهرين نحن قلت لك تدخلنا بشكل مباشر، وقائد عمليات البصرة هو متعاون جدا مع المتظاهرين وكذلك بعض الأخوة الضباط. بالتالي تواجدنا ميدانيا، قمنا بإخراج أكثر من 40 متظاهر كمركز العراق لحقوق الإنسان مع بعض النشطاء بالتعاون مع قائد عمليات بالمركز المعقل، ثم يعني تم الإفراج لهم. حسب الاتصال قبل قليل هناك متظاهر موجود معتقل بسبب ذهاب اللي يقوم بي يعني يهدئ الأوضاع، ولكن للأسف هو الآن محتجز. إذن عشرات المتظاهرين تم الإفراج عنهم بالتعاون مع قائد العمليات، بينما طيب. يوجد هناك معتقل لحد هذه اللحظة في سجن المعقل. أنا من هنا ومن قناة اليو تي في أطالب رئيس مجلس الوزراء أن يكون يعني يتعاون بشكل حقيقي مع مراكز حقوق الإنسان التي ترصد بشكل مباشر. أيضا أطالب رئيس مجلس الوزراء أن يعني يكون هناك تعاون مع رئيس اللجنة الأمنية الذي هو سبب، كنت جالسا مع أحد الأجهزة الأمنية يوم أمس حتى نخرج المعتقل، أتفاجأ بنداء لرئيس اللجنة الأمنية في البصرة يقول ويحرض على ضرب المتظاهرين، يقول يعني فضل المتظاهرين بالقوة وفق القانون. هذا يعتبر يعني تصعيد، وهو الذي يتحمل أي دماء تسقط. وكذلك أطالب أن يكون هناك تعامل بشكل حقيقي مع الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية هم أخوتنا وعراقيون، أيضا من خلال قناة اليو تي في أطالب أخوتنا المتظاهرين أن يكون هناك تعاون، لأن الطرفين هم عراقيون. طيب. أيضا موضوع جدا مهم من خلال قناة اليو تي في هذا التقرير سيد الكريم، مع جلستنا قبل أيام مع الأمم المتحدة، الأمم المتحدة رفعت هذه التقارير عبر الدولة العراقية، ولكن حسب التقرير الموجود وأثناء الاجتماع أن هناك يعني تحقيقات خجولة من قبل الدولة. بالتالي فحوى هذا التقرير سيد علي، دعنا نتحدث يستمرون بشكل مقتضب عن فحوى هذا التقرير الذي ترفعه الآن، حقيقي لما مطالب المتظاهرين الذي هي أزمة سياسية حقيقية على الواقع. نعم، ما فحوى هذا التقرير الذي أشرت إليه الآن؟ سيد الكريم، هذا تقرير تحديث حول المساءلة في العراق، هذا التقرير السادس تم تسليمه إلينا في اجتماع مع بعثة الأمم المتحدة. هذا التقرير
أعطى يعني إحصائيات من منظمات حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين والمتظاهرين، تم رفعه إلى الأمم المتحدة ويعني الاجتماعات مع يعني مجلس الأمن الدولي اللي ربما سيكون يوم غدا اجتماع للسيدة بلاسخار في مجلس هناك الأمن إحاطة يعني يعني إعطاء بيانات حول ما يجري في العراق. هذا التقرير أدان الكثير من الجهات السياسية وكذلك يعني أعطى أسماء وأعطى شخصيات، ولكن يعني الدولة باعتبارها الأمم المتحدة تعطي الإحصائيات للدولة العراقية وإلى رئيس مجلس الوزراء وكذلك إلى مجلس القضاء الأعلى، ولكن يعني تنفيذ هذه النقاط التي تم طرحها من قبل البعثة الأممية لم يكن هناك تعاون بشكل حقيقي. بالتالي طيب في إطار أيضا الحديث عن هذا التعاون سيد علي، هناك مجاميع مسلحة متهمة بضرب المتظاهرين في المناطق في المناطق الجنوبية، ولكن لا يوجد بالحديث عن هذا التعاون. هل هناك إنسان وكمراكز تعاون من قبل السلطات؟ فمن قناة اليو تي في أوجه رسالتي إلى السيد أنطوني غوتريش والسيد جنين بلاسخات ورئيس مجلس الوزراء، أقول نحملكم المسؤولية لأي منظمة أو أي ناشط تتعرض لأي ترهيب أو يعني تعنيف أو لربما يعني ما شابه. هذا كله يعكر الأجواء في تحقيق الإصلاح وتحقيق رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان. بالتالي هذا التقرير يجب أن يكون هناك علي العبادي كنت معنا من البصرة، شكرا جزيلا. أعادت قيادة عمليات بغداد فتح جسر السنك أمام حركة السير، وقائد العمليات الفريق الركن أحمد سليم قال للوكالة الرسمية إن الجهد الهندسي عمل على رفع الكتل الكونكريتية وإزالة الجدار المنصوب على جسر السنك لفتحه أمام المواطنين، وبهذا تكون جميع الطرق مفتوحة ما عدا جسر الجمهورية. بقية أحداث العراق نستعرضها مع الزميلة آية تشوخجي. إليك آية. شكرا لك ديار، أهلا بكم من جديد. في ثالث أيام الانهيار فاحت رائحة الجثث من تحت ركام مبنى المختبر الطبي وسط بغداد، وقال مراسلنا من موقع الكارثة إن فرق الإنقاذ مستمرة في جهود البحث عن عالقين وقد انتقلت إلى عملية حذرة ودقيقة. وأضاف مراسلنا أن فرق الدفاع المدني بدأت بحفر أنفاق داخل الركام للوصول إلى أعماقه وتأكد مما إذا كان هناك عالقون لم يبلغ عنهم. فيما لم يستجد شيء بشأن معرفة أسباب الانهيار، نقل مراسلنا عن مسؤول في الدفاع المدني ترجيحه انتهاء أعمال البحث مساء اليوم. وكانت مديرية الدفاع المدني قالت إنها انتقلت إلى مرحلة التنظيف الخفيف للتأكد من وجود عالقين تحت أنقاض بناية المختبر، متوقعة انتهاء العمل خلال الساعات المقبلة. مدير الإعلام والعلاقات في الدفاع المدني العميد جودة عبد الرحمن أوضح في تصريح صحفي أن عملية الإنقاذ الخفيف تحتاج إلى وقت للتحري بشكل دقيق، فضلا عن البحث عن الأنفاق والحفر وإرسال أجهزة الاستشعار والكاميرات الحرارية للتأكد من وجود أصوات أو أنين. إلى ذلك كشفت هيئة الاستثمار أن مبنى المختبر الوطني المنهار غير مجاز منها، مؤكدة تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الكارثة. وقالت رئيسة الهيئة سهى النجار في حديث تلفزيوني إن المبنى ملك خاص وهو قائم منذ عام 2009، مضيفة أنه لم يمن استثماريا، بل إنه الإجازة منحت من الهيئة للأجهزة المستوردة للبناية. ودعت النجار إلى الذهاب إلى البلدية لمعرفة ما كان عليه المبنى في سنة إنشائه، نافية أن تكون القاعدة التي بنيت عليها البناية استثمارية. مشاهدينا، من أمام مبنى المختبر الوطني المنهار في الكرادة ينضم إلينا الزميل حيدر البدري مراسلنا في بغداد. حيدر أهلا بك، هل لديك مستجدات جديدة بشأن أرقام الضحايا وأيضا هل انتهت أعمال رفع الأنقاض؟
أهلا آية، أهلا بكل من يشاهد يو تي في. حتى هذه اللحظة مستمرة عمليات البحث عن جين، كما نشاهد خلفنا يعني ما زال العمل مستمر، العمل لم ينقطع أي دقيقة خلال يعني منذ لحظة سقوط المبنى قبل تقريبا أكثر من 50 ساعة، أكثر من 60 ساعة وحتى الآن. تحدثنا مع المسؤولين هنا في الموقع، المنقذين، المسعفين، الدفاع المدني، عن إمكانية العثور على ناجين أحياء. استبعدوا للأسف الشديد العثور على أحياء، ولكن تم تحديد موقع، يعني انتشر خبر بلا مصدر على ما يبدو في مساء أو عصر هذا اليوم عن انتشال جثة من داخل الأنقاض. نفوا المسؤولون هنا هذا النبأ، مؤكدين بأنه تم تحديد موقع إحدى الجثث والتي قد تعود إلى امرأة. طبعا معروف صار بأن هنالك 3 جثث يتم البحث عنها، مؤكد وجودها داخل الأنقاض، اللي هي جثة أحد العمال وأيضا مرأة وابنتها. انتشار كبير يعني حتى من ذوي الضحايا متواجدون هنا، أيضا الهيئة الهندسية في الحشد الشعبي، أمانة بغداد، الدفاع المدني، ومحاولات مستمرة. طبعا مشكلة أن تفتيت الركام وهذه الأنقاض الضخمة يعني يجب أن يتم بدقة وبحذر شديد، خوفا من تواجد أحياء، حتى يتأكد أن المتواجدين داخل الأنقاض هم ليسوا بأحياء، ممكن أنه يتغير أسلوب العمل. قبل قليل شاهدنا محاولة إيصال بروجيكتر، يعني مصباح كبير جدا عن طريق رافعة عملاقة للوصول قرب إحدى الفتحات. حيدر، نعم، ربما انقطع الاتصال بمراسلنا حيدر البدري في بغداد، ربما نعود إليه في وقت لاحق لمعرفة باقي المستجدات. أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج وجود اتفاق دولي بشأن مخيم الهول يهدف إلى تفكيكه مع تقديم دعم للعراق، وخاصة أن المخيم يضم 25,000 عراقي غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال الأعرج في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن العراق مستعد لنقل رعاياه واستقبالهم وإدخالهم ضمن برنامج الاندماج المجتمعي، لكنه بحاجة إلى دعم دولي لاستيعاب العدد الكبير، مبينا أن إعادتهم تأتي ضمن الخطة الحالية التي تستغرق 5 سنوات، إلا أنه يسعى إلى تسريع الملف لإنهاء معاناة النازحين. هذا ويضم المخيم داخل الأراضي السورية أكثر من 60,000 شخص بين عراقي وسوري ومواطنين من 50 دولة. في ظل الظروف البيئية التي يعيشها العراق إثر التغيرات المناخية وأضرارها بإنتاج المحاصيل، استحدثت وزارة الزراعة أصنافا جديدة من بذور الحنطة ملائمة للأجواء العراقية، ودعت المنتجين إلى اعتمادها. بذور مقاومة للجفاف بعمر نضج أقصر واستهلاك للمياه أقل، حل للتعامل مع أزمات التغيير المناخي والملوحة والجفاف التي فاقمت الضرر بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية في البلاد. وزارة الزراعة الاتحادية دعت منتجي بذور الحنطة في عموم العراق إلى إنتاج هذه البذور بعد ثبات نجاحها. من الموسم السابق تم توزيع مجموعة من البذور الأساس على المنتجين لاختبارها في حقولهم، والحمد لله كانت تجربة ناجحة، وكان موسم خير ويبشر بسنوات قادمة تكون أفضل إن شاء الله. ورغم دعمهم لخطة اعتماد البذور الجديدة، يؤكد خبراء الزراعة أن لا غنى عن الحلول الاستراتيجية كبناء سدود جديدة لخزن المياه، فضلا عن إطفاء ديون القروض الزراعية عن الفلاحين بعد تكرر خساراتهم في مواسم الجفاف. اليوم الخزين الاستراتيجي حقيقة يعني وصل لحد 17 مليار حسب تصريح معالي وزير الموارد المائية، وهذا رقم
رقم متدني جدا. اليوم نشوف واقع الثروة الحيوانية حقيقة هلاكات كثيرة، اليوم الدواجن متعرضة لأزمة، إيقاف زراعة المحاصيل بصورة عامة على المياه السطحية، ولجوء وزارة الزراعة إلى الزراعة على المياه الجوفية. نحو 2.5 مليون دونم زرعت بالحنطة الموسم الماضي، وفي حال اعتماد البذور المقاومة للجفاف تتوقع وزارة الزراعة أن تزيد المساحة إلى 3 ملايين دونم، مؤكدة استمرارها بسياسة السعر المدعوم لطن الحنطة ب850,000 دينار للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. يوم الاستقلال العراقي، هذا الملف نعود به من جديد إلى ديار، تفضل. نعم آية، شكرا. قبل 90 عاما من الآن دخل العراق عصبة الأمم واستقل على الانتداب البريطاني، ليجعل من يوم 3 من تشرين الأول عيدا وطنيا للاستقلال. ولأن العراق منذ طي صفحة الملكية لم يشهد تسليما سلميا للسلطة في أغلب حكوماته، غلبت روح الثار والانتقام على مصالح الوطن وجمع كلمته وتوحيد راياته، ووضعت كل واحدة منها يوم تسلمها السلطة يوما خاصا للعيد الوطني. وبمناسبة العيد الوطني، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن يوم العراق الوطني الحقيقي هو يوم تحرره من الفساد والفاسدين. وذكر الصدر في تغريدة أن اليوم الوطني هو يوم الإصلاح الحقيقي بلا تبعية ولا محاصصة وبلا مجرب ولا فساد ولا تدخل خارجي ولا ميليشيات، بل دولة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد نورها يضيء منسن الشعب وكرامته. بدوره هنأ زعيم تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر الشعب العراقي بيومه الوطني، وقال الشيخ الخنجر في تدوينة إن العراق أول حضارة على وجه الأرض وأول دولة عربية تنضم رسميا إلى الأمم المتحدة، مباركا للشعب ذكرى العيد الوطني ومتمنيا أن يعود العراق أولا في كل المجالات، خاتما التدوينة بهذا التساؤل: نحن التاريخ، فمتى سنكون الحاضر والمستقبل؟ وفي السياق، هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بذكرى استقلال الدولة العراقية وقال إنه يستعيد في 3 من تشرين الأول ذكرى بداية مسيرة الوطن كبلد مستقل ذي سيادة، ومن هذا اليوم يستلهم واجب الدفاع عن سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، والاتحاد تحت رايته والعمل على تقدمه وازدهاره. دخول العراق عصبة الأمم وقصة الاستقلال، نتابع المزيد عنهما في هذا التقرير. بالتتويج قال الملك فيصل الأول يوم 23 من آب عام 1921 إن غايته المنشودة هي استقلال المملكة العراقية، واتخذت حكومة الملك خطوات كثيرة أوصلت البلاد إلى عضوية عصبة الأمم، ومنها التوقيع على معاهدة 1922 مع بريطانيا والبروتوكول الملحق بها. ومما تضمنته المعاهدة أن ملك بريطانيا يتعهد ببذل مساعيه لتأمين عضوية العراق في العصبة خلال أقرب وقت ممكن. عام 1926 رسمت حدود العراق الشمالية مع تركيا، وثبتت مع الأردن وإيران وسوريا والسعودية والكويت. وفي عام 1929 أعلنت الحكومة البريطانية عزمها ترشيح العراق للانضمام إلى العصبة، فبدأت مفاوضات قادتها حكومة نور السعيد الأولى لعقد معاهدة جديدة تؤكد فيها بريطانيا تأييد ترشيح العراق. وتم الاحتفال برفع العلم العراقي فوق سارية مقر العصبة مع أعلام الدول الأخرى في 3 من تشرين الأول عام 1932.
وعين نور السعيد ممثلا للعراق في العصبة، واعتبر أول مندوب عربي يدخلها. وقال الملك فيصل الأول إن العراق أصبح حرا طليقا لا سيد عليه غير إرادته، نحن أحرار مستقلون لا شريك لنا في مصالحنا ولا رقيب علينا بعد دخولنا عصبة الأمم إلا الله. تسلم الملك فيصل الأول تهنئة من ملك بريطانيا جورج الخامس وبرقيات مماثلة من ملوك ورؤساء الدول الجارة والصديقة، فضلا عن شخصيات عالمية وقادة أحزاب. وبعد 3 أيام من دخول العراق عصبة الأمم، ألقى الملك في بهو أمانة العاصمة خطابا قال فيه: أشكر الله وأهنئ نفسي وشعبي على هذا اليوم الذي نفضنا فيه غبار الذل وفزنا بعد جدال سياسي دام ما ينوف على 11 عاما بالأمان الكبرى التي كنا نصب إليها، وهي إلغاء الانتداب واعتراف الأمم بنا وبأننا أمة حرة ذات سيادة تامة. وفي 14 من تموز عام 1958 ألغت حكومة الضباط العسكريين بقيادة عبد الكريم قاسم الاحتفال بيوم الاستقلال والعيد الوطني، وجعلت من يوم وصولها إلى الحكم عيدا وطنيا. ثم جاءت حكومة أحمد حسن البكر وصدام حسين لتعلن يوم تسلمها السلطة في 17 من تموز عام 1968 عيدا وطنيا. وفي عام 2020 أعادت الحكومة العراقية العراقية الاعتبار ليوم قبول العراق في عصبة الأمم بوصفه يوم الاستقلال العراقي. واليوم إذ يمر اليوم الوطني تشهد سيادة البلاد انتهاكات صارخة من الداخل والخارج، مرة بقصف أراضيه وأخرى بانفلات السلاح. وللحديث عن مناسبة يوم الاستقلال العراقي ينضم إلينا من واشنطن الباحث والأكاديمي الدكتور عقيل عباس. دكتور أهلا ومرحبا بك. دكتور، متى سيكون العراق حاضر ومستقبل، يعني كما جاء في تدوينة الشيخ الخنجر، بعد 90 عاما طبعا على دخول العراق عصبة الأمم؟ شكرا لك على هذه الاستضافة. الرغبة العراقية بالسيادة الحقيقية يعني بدأت منذ 1920 حقيقة، منذ تأسيس الدولة، وحتى في المراحل التي تحققت فيها السيادة الرسمية، بمعنى العراقيون يحكمون أنفسهم، وهذا كان جزءا كبيرا من تاريخ القرن العشرين. السيادة الفعلية التي يشعرها الناس بمعنى احترام كراماتهم، هناك دولة رصينة تقدم لهم الخدمات والفرص وتحترم إنسانيتهم، هذا كان في الحقيقة هدفا صعبا بسبب نوعية النخب السياسية التي جاءت للحكم. بعد 2003 كان هناك أمل كبير أننا سنشهد يعني تحول هذه الرغبة إلى واقع، خصوصا يعني مع دستور اعتبر واعدا التخلص يعني من نظام استبدادي شديد القسوة، لكنه انتهينا إلى ما انتهينا إليه بسبب هيمنة نخب دينية طائفية، يعني فهمت العراقيين على أنهم أبناء طوائف وعادة. طيب دكتور، 90 عام على دخول العراق هذه العصبة، عصبة الأمم، ماذا يعني ذلك أمام حكومات متعاقبة وأسهمت في أن يفقد المواطن ثقته بكيان الوطن؟ يعني حقيقة هذا هو يعني فشل السياسة في البلد، لكن مع ذلك أنا أعتقد أن هناك تراكما بطيئا. هذا الجيل الجديد بعد 2003، الجيل الذي يعني فجر احتجاجات تشرين حقيقة بسبب حيز الحرية النسبية الذي توفر له، لم يعش عهود الاستبداد يعني خصوصا في نسختها الصدامية، وجود وسائل التواصل الاجتماعي، لديه رغبة باكتشاف جذوره الوطنية وليس جذوره الطائفية، بمعنى ليس العودة إلى 1400 عام سابقة كي نفهم هويتنا، وإنما العودة إلى 100 سنة سابقة تاريخ الدولة العراقية لفهم هويتنا كعراقيين. أنا أعتقد هذا تطور كبير ومهم، وهذا هو ربما الجيل الوحيد في تاريخ العراق الحديث. وبالحديث عن كل هذه النسخات دكتور، يعني وصفت بأن هناك نسخة صدامية وهناك أيضا نسخة قاسمية وهناك أيضا نسخة ملكية، السؤال هنا هل تتغير أو يتغير مفهوم اليوم الوطني بتعاقب كل هذه الحكومات
أم ماذا؟ يعني ألغت كل حكومة من هذه الحكومات من بدءا من عبد الكريم قاسم، وألغيت اليوم الوطني، وأيضا من قبل الملكية أيضا، وانتهاء بالنظام نظام البعثي. يعني أنا بتصوري هذه الكثير من النسخ الوطنية العراقية التي جاء بها الساسة هي نسخ ايديولوجية لا تعبر عن ما يحسه العراقيون، لكن مع ذلك كان هناك وطنية شعبية اجتماعية، بمعنى المشتركات التي جمعت العراقيين في سياقات مختلفة، العيش المشترك، هذا ولد حسا بالوطنية العراقية لم تمسكه الأنظمة، وهذا الحس بالوطنية العراقية، التشارك، التجربة المشتركة، الفن، أشياء كثيرة يعني جمعت العراقيين على مدى 90 عاما، هذا هو الذي حقيقة، هذه الحقيقة التي مسكت البلد، منعت البلد من التفكك بعد 2003، يعني رغم كل السياسات الخاطئة. أعتقد أننا بإزاء صعود وطنية عراقية من المجتمع، يعني ظهرت واضحة في تشرين، يعني عندما خرج يعني الشباب العراقيون ويطالبون، يعني بعبارة بسيطة انتصرت آمال هذا الشعب، نريد وطن. رغم كل هذه السنوات، رغم كل هذه السنوات أعتقد نحن ذاهبون بمشقة، بصعوبة، بالكثير من الألم في الطريق الصحيح أخيرا، وبإزاء يعني حكومات ونخب سياسية تريد طريقا آخر يعني تحتكر فيه الوطنية العراقية، يعني وتعيدنا إلى الصناديق المذهبية والطائفية والعرقية والجماعية، وإيجاد وطن حقيقي يمثل الكل، ومفهوم الوطن لا يتغير. من واشنطن الباحث والأكاديمي الدكتور عقيل عباس، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا. في ذكرى انتفاضة تشرين نظم ناشط ذقار فعاليات ثقافية وفنية في ساحة الحبوب رمز احتجاجات الناصرية، حيث شعار الخائفون لا يصنعون الحرية. لم تمر ذكرى تشرين الثالثة من دون أن يسجل متظاهرو الحبوب ما دأبوا عليه أيام تشرين الأولى من أنشطة ثقافية وفنية وأدبية، وكأنهم يستعيدون تفاصيل مهمة من يومياتها هنا في ساحة الحبوب. ليلة الذكرى الثالثة حملت كثيرا من الفعاليات، كرست لتكون جزءا مكملا لاستذكارهم يوم الشروع بتشرين عام 2019. هذا العرض المسرحي عالج مفاصل مهمة رافقت تشرين منذ انطلاقها حتى يومها هذا، فكانت أرواح الشهداء حاضرة قبل أسمائهم وصورهم. يتشوق لفتات الخبز منهم أحسن، والبعض الآخر ينتظر رحمته. صفحات كثيرة تجلت هنا، وكانت واحة تشرين واسعة لاحتضانها، ولأنها ثورة وعي حرص كثير من الملتحقين بها على إبراز صور ناصعة من مبادرات شبابية أعطت بعدا ثقافيا مهما لحراك تشرين. من الناصرية، أحمد السعيدي، يو تي في. وقبل الختام، أحوال طقس العراق وبحره.
نهاية النشرة، شكرا للمتابعة.